من خبرة الخوة وتدريس هالأيام، ومن كثر ما خاويت بخلا وجاويد، ومن حاصل الواقع على طول الأعوام تجارب الدنيا صدور ومواريد، وهم حصلت في سرد الأرقام إن الوفاء عينت هصلي وتقليد، وعينت في العربان وافين وأقزام، وحصلت فيهم مثل عنتر وأبو زيد، وعينت شيخ شيخته تاج ووسام ناموس ربعة في المهمات صنديد، إذا بدأ الواجب وجاء لازمه قام شيخ على اسمه شيخ تيدا على تيد، وعينت شيخ شيخته بس هندام لا يقضي اللازم ولا فاد له فيد، أهم شي المشت وشماغ بسام والقصر والفكسار ومقانص الصيد، والشيخة هاللي صارت فلوس واختام ما تظهر إلا في المنصات والعيد، قولوا له هلها تجعل الشبح قدام حمل الأمانة يتعب العبد والسيد، وعينت به شايب صميدع ومقدام، وعينت به شايب مهرقل وعربيد، وعينت به شيخ يحدث ونمام ثوبه قصير وجبهته كأنها حيد، بتستر بالدين ويبيح الإجرام ما يدري إنه جايب العيد ويحيد، وعينت به شيخان للدين خدام نور المساجد بين فقه وتوحيد، وعينت من فكره مغسل وهدام يهدم فكره بين شبهه وتنكيد، وعينت منه يشبه الصقر ليحام دون الوطن يقف بشهب البواريد، وعينت عدوان العقيدة والإسلام بالعلمنة والغدر والكذب والكيد، يهمهم نصبح دويلات وأقسام أقلامهم ضد العقيدة عباريد، وعينت ناس للوطن درع وحزام يهمهم نصبح عصب كف ونشيد، ويصير ما فينا جهاهيل وخصام أخوان في الملة ولا فيه تعقيد، وعينت لي تاجر يدور للأيتام لعين المحتاج يعطيه ويزيد، في السر ما يعلم بها بين لا نام يبذل ولا يدري بها زيد وعبيد، وعينت لي تاجر من العام للعام يسعى ورا السمعة وبعض المقاصيد، أهم شيء إن الدعاية والأفلام يبثها الإرسال مرات ويعيد، ويحرك صوت الأهازيج وانغام تومي به الشيلات مدري لنشيد، وعينت في الشعار جزلين وأعلام فطاحت في الشعر والفعل والجيد، قصيدهم فيها النزاهة والأحكام ويمجدونه قدوة الدين تمجيد، وعينت لي شاعر يدور للإعلام أغلب قصيده في المجالس مناقيد، يصيح بعد الصوت يعني أنا هام يبغى يسوي له دعاية وتجديد، وأكبر طموحه حاجتين بالأحلام شهره ويملى الكف من مدة أليد، يا ليت وإن العود في ليلة هنا ولا تعرض صيد حزم الجلاميد، ما يدرين حتى النساطير هنحام يعلمه جوجل عن العلم الأكيد، وعينت لي ديان صادق وهمهام وافي ويصدق في جميع المواعيد، وعينت لي ديان طاغي وظلام وفاه مثل الدم في باش تلغيد، هذا بعض ما شفت في الشرق والشام دونتها بالسجل والرقم والقيد، واللي مهيضني أصوغه بالأقلام إن الوفاء عينت أصلي وتقليد. سلامتكم.